24 بداية قوية، بداية قوية. الراحة والسعادة بعد العاصفة اللي مر فيها الزوجين. اي وصل السرير. عام انتم بخير يا خالاتي، سنة سعيدة عليكم. قولي خالاتي في يوتيوب، سنة سعيدة عليكم، احبكم. ايش قاعد تسوين؟ اهلا وسهلا فيكم في فلوق اليوم، اول فلوق سنة جديدة. كل عام انتم بخير باذن الله. باذن الله تكون سنة سعيدة عليكم، على الجميع. يا رب تتحقق احلامكم فيها. يا رب يا رب، احلامي واحلامكم واحلام كل الناس. اذا ما كانت سنتكم 2023، ان شاء الله يا رب تكون سنتكم هي 2024، ان شاء الله تتحقق فيها احلامكم. بداية السنة يا بنات، والله انا من بداية السنة كانت يعني بداية، كنت ناوي اصور لكم اشياء مرة حلوة كذا بداية السنة، وكنت بصور لكم بلوك حلو، ولكن صادف انه اقسم بالله تاريخ 1/1 او 2/1 كذا، ليلة 2/1، انه اسيل بدأت التسنين حقها فجأة كذا. حسيت كذا مرضت كذا، صار عليها الاعراض، عرفت التسنين، وطلع اسنانها، انيوني طلعت اسنانها، وفي نفس الوقت رامي مرض انفلونزا المنتشرة. ما صرت تقدر يعني اركز في اي شيء، ما صرت تقدر، هي طفشانة طول الوقت ومتألمة، عارفين، وما زالت لحد الان صراحة ما احس انه انتهت يعني اعراض التسنين لها، ما تنام يعني مضبوط. اليوم احس انه افضل، حتى رامي احس انه صار افضل، وهي صارت افضل. احس ان اليوم هو اول يوم كذا من بداية السنة اللي الحمد لله، اوه كذا يعني الحمد لله، لملم شتات نفسي. حتى والوضع كان مرة مكركب في الايام اللي فاتت، مع ذلك يعني صورت لكم اجزاء مرة كثيرة، ممكن من الان تحسون انه اوه كأنه في شيء جديدة. ابغاكم يعني، هي اجزاء ما هي مرتبة زي ما قلت لكم، كنت اتمنى اصور لكم فلوج مرتب حلو، بس الوقت ما ساعدني او الظروف ما ساعدتني. لكم الاجزاء اللي صورتها خلال الاسبوع اللي فات كذا متقطعة، ابغاكم تشوفون تتفرجون وتكونوا معايا يعني كذا من ضمن الاحداث. وراح ابين لكم، اظن انه كان مرة باين قديش كنت مرة تعبانة، واضح علي وعلى صوتي وعلى حركاتي، فاترككم مع اجزاء من الاسبوع اللي فات. مع بعض. اوكي اقدر استخدمها. يعني ما رحبت على طول، بدأت الفلوج. واحدة من اهدافي هذه السنة باذن الله، ما انتظر اللحظة المناسبة، بصور لكم، بستمتع معكم بيومياتي يعني مع اسيل، مع حياتي الجديدة كأم. كل عام وانتم بخير، الله يجعلها سنة سعيدة علي وعليكم يا رب العالمين، تحققون فيها احلامكم، حقق فيها احلامي، واحدة من حقتي الاحلام تحققت الحمد لله. طعم شيء والذ شيء. الحين راح اسوي لي فطور. اوكي سولي فطور كذا خفيف لطيف، هذه واحدة من الأكواب حقتي الجديدة، إيش رأيكم؟ كلها حلويات عشان كذا أبدأ بداية سنة حلوة
بأكواب جميلة، بمواعين جميلة تفتح النفس، بوصفات جديدة إن شاء الله. اليوم رامي مداوم من البيت لأنه الأسبوع اللي فات قضيناه كله مشاوير، تشطيبات، أشياء زي كذا حق البيت نبغى ننجز، واللي صار شكله هو يعني عارفين اختلط كثير مع الناس أو برد أو شم غبار ما أدري، المهم إنه الحين مزكم مرة وحالته حالة مسكين، فما قدر يداوم اليوم فصار مداوم من البيت، وحتى دوام من البيت يعني ما هو قادر جالس يعطي بكفاءة. يا بنات أنا مرة اشتقت للأفوكادو، من زمان قطعت الأفوكادو، ليش؟ واحد ما صرت ألاقي أفوكادو يعني كذا لذيذ وسريع الاستواء، يعني يستوي معايا بسرعة، فمرة كنت دائما أشتري ويخرب وهو لسه ما استوى، كنت أحاول أحطه في أكياس، كنت أحاول أحطه مع الرز، ما كان يضبط معايا. بعدين لحظات كذا أيام جت مرة كان وجهي متعبي حبوب، فكثير منكم من التعليقات كتبوا لي رانا انتي ما تلاحظين انك تاكلين افوكادو، دكتور الافوكادو مليان دهون، هل ممكن يكون هو اللي سبب لك هذه الحبوب؟ كثير بنات تعليقات كتبوا لي ذا الشيء. الصراحة ان هم نبهوني على شيء يعني صادقين، قلت والله صح يمكن، فانا قطعت الافوكادو كذا فتره، معناها تعتبر من الدهون الصحيه يعني شيء مره لذيذ، اول شيء مره احب الافوكادو، ثاني شيء اقدر يعني اكثر منها وانا ماني خايفه بالنسبه لي طبعا لاني انا نحيفه يا بنات واحتاج ازود دهون. السورتي صارت تاكل الحين، صرت اجيب لها اكلات ابغى اذوقها افوكادو، يعني وصفات كثيره واكلات كثيره، بس صرت انا اكل مع سيلي، وصرت الاقي افوكادو مستوي من السوبر ماركت وطعمه لذيذ. انا كمان اكتشفت حاجة يا بنات، على انه الافوكادو المستورد مرة غالي، مرة غالي صراحة، يعني الكيلو والحبة مرة غالي بس مرة لذيذ، عكس لما اخذ من الافوكادو المحلي اللي ينزرع هنا في السعودية، ما اعرف هو عشان هو اصلا ما هي ارض الافوكادو اصلا، هنا احنا ارضنا ارض كده تمر، لاقي حب يمي، لاقي خاص عاد تفاهمين، فيطلع الافوكادو طعمه مرة مو عجبني، ما حبيت طعم الافوكادو. فجأة صار يجيبون من كينيا، صار يجيبون من البرازيل، صار يجيبون مدري من فين. اسيل يس تأكد لكم النظرية، اسيل ما حبت الافوكادو، تخيلوا مرة ما حبته هذا الشيء، يعني كل مرة انا اسوي لها، كل مرة اسوي لها يعني اقطع لها اصابع افوكادو خليها تاكلها هي براحتها وتعضعب، على طول تستفرغ، مرة كارهة الطعم مرة، فهذا الشيء يحزنني. اوريكم هذه يا بنات تجنن، ما عاد صرت اقدر استغني عنها، اللي هي بهارات الجواكامولي من اي هيرب، بحط لكم الرابط حق تحت مع كود خصم اذا انتم حابين تجربونها، مرة لذيذة، هي حقت جواكامولي وانا من زمان ما طبخت يعني وصفات جواكامولي اللحم وكذا، مره من زمان ما طبخت، الحين قلت انه خلاص ابغى ارجع انا اطبخ في البيت، اشتقت مره لطبخ البيت، انا بس اسوي فطور في البيت بس، غدا عشاء دائما يجيني من برا جاهز، ان شاء الله من اليوم ورايح باذن الله تشوفوني اطبخ غدا عشاء وصفات، حتى الوقت على بال ما اتعود على الحياه الجديده، على بال ما خلصت من الحمل مره كان صعب، الحمد لله عدى على خير. 24 بدايه قويه بقول لكم اليوم ما نمت مرة. أنا بحثت وقرأت عن الموضوع، كاتبين إنه هي في مرحلة إنها تستوعب إنه في ماما ما هي موجودة حولي، فصار عندها يعني صارت واعية بمشاعرها، وزي ما يسمون اللي هو بدأت توعى مرحلة الانفصال العاطفي، عرفتوا عن الأم، فالظاهر إنه هي لما تنام في سريرها بعدين تصحى ما تشوفني جنبها أو ما تشوف ظلام تبدأ تبكي، إنتي دلوعة إنتي دلوعة إنتي دلوعة، أخ متحمسة يا بنتي على سريرك، متحمسة أنا متحمسة على سريرك، تدرين ليش؟ عشان يصير ماما تأخذ راحتها، تسوي شعرها، تتروش، تسوي ميكاب، تلبس، وتتكوني نايمة بغرفتك، إنتي متحمسة يا أمة، إنتي متحمسة على السرير حقك، إن شاء الله يجي بعد كم يوم، يو 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 رحمك الله، الله يستر كون أبوك عداك. الحياة الواقعية
هذا شكل حياتي الواقعية. قلت خلنا نسولف معاكم، قصدي وانا ارتب. انا مرة انشغلت هذه الفترة، لاني قادرة اصور لكم على سناب شات، ولاني قادرة اصور لكم على يوتيوب فلوقات يعني مستمرة. مرة انشغلت هذه الفترة. قاعدين نشطب، نحاول نشطب يعني محلات وزي كذا. والله في اشياء من لعبة السوي ضايعة، ما ادري وين هي. حوسة المشاوير، نطلع من الصباح ما نرجع الا الليل. اخذ رامي اجازة عشان ايش؟ نقدر نركز احنا الاثنين انه احنا نخلص ونشطب البيت. طبعا كثير منكم يسأل يقول رنا انت قلت انه انتم راح تنقلون، راح تنقلون، ايش صار ايش ما صار؟ من جد من جد يا بنات، مو انا حامل. رامي قال لي انه احنا المقاول قال له شهرين ونخلص، وانا حامل كذا في الثامن في السابع. قلت له مستحيل يا رامي، انا مستحيل مستحيل انقل وانا انفاس يعني، او تو اسي صغيرة 3 شهور شهرين، مستحيل افكر بالنقل. اصبر لما يصير عمرها 6 شهور واحس اني انا كذا مستقرة. لانه انا لما كنت حامل، اكيد كنتم تتابعوني على سناب شات، اللي ما تابعني على سناب شات تعالوا تابعوني هنا. وانا حامل يا بنات كنت اروح ان اختار اشياء التشطيبات. احس انا من قوة التعب اللي فيني كنت اختار اي شيء بس عشان ابغى انجز، ابغى يعني. كان عندنا هدف انا ورامي انه ودنا ننقل بسرعة قبل ما اولد، بس ما صار. واصلا كان سبحان الله ما كنت يعني ما كنت اعرف اني انا راح احمل يعني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن كانت خطتنا اكيد انه يعني او نتمنى او انه احلى احلى يعني يكون افضل انه اولد هناك، يعني يكون عندي بيبي وانا هناك خلاص قدني استقريت في البيت، في البيت. بعد الولادة وزي كذا خلاص انه امور التشطيب، مثلا خلينا اقول لكم مثال على سبيل المثال، مثلا الدرج، طيب الرخام حق الدرج كل شيء مرتب خلاص، البيت بيجهز. لما يصير كذا عمر اسيل 4 شهور، بعدين قلت خلاص شهرين نقعد نشطب اثاث، عمر اسيل 6 شهور احنا في البيت. هذه كانت الخطه زي كذا. اللي صار يا بنات انه مثلا يعني على سبيل المثال، مثلا درج وابواب، الابواب قالوا لنا انه تجهز خلال 60 يوم، مر اكثر من 3 شهور الابواب ما خلصت. مثلا الدرج الرخام قالوا لنا 30 يوم والدرج راكب عندكم، مر 5 شهور والدرج لسه ما تركب. لأنه مو الغلط مننا، الغلط منهم هم، عرفتوا إنه ما هم ملتزمين بالمواعيد، جالسين يماطلون. كل مرة نكلمهم ما في كميات، كميات غير متوفرة، اللون اللي اخترتوه مو موجود، والله نقص علينا كمية، لازم نستنى، لازم نشحن في البحر متأخرة. عرفتوا يعني فهمتوا ليش إنه أي أحد يسألني يقول أنتي قلتي بتنقلون، أنتم قلتم راح تنقلون مرة قريب. للأسف للأسف حتى لما جلست نتكلم الأسبوع اللي فات مع مصمم الديكور، قلت له يعني كانت خطة إنه 4 شهور ننقل زي كذا، قال ما يعني لا تفكرين بهذه الطريقة، خطأ في البناء، مقاولة العمارة، إنه ما في شيء اسمه 4 شهور وننجز، ما في، ما تتكلمين بهذه الطريقة. يعني قولي مثلا السنة هذه، قولي خلال سنتين، بس ما تقولين بعد 4 شهور تحددين، ما في هذا الشيء. لانه في اطراف كثير في السالفه، والاطراف هذه يحصل لهم ظروف، يحصل شيء يعيق كل شيء، يوقف كل شيء. يعني انا ليش بدات لكم بهذه السالفه؟ انا ما سويت غرفه الاسيل هنا، يعني ما جهزتها تجهيز كامل، لانه انا قلت اسيل عمرها 6 شهور انا راح اكون موجوده في البيت. سويت شيء مره بسيط من اللي موجود عندي، بس جبت لها دولاب، لانه قلت الملابس انا ما احب تكون بعثره في اي مكان، اكيد انه ابغى يكون لها مكانها الخاص، دولاب من البدايه، من اول ما تنولد. واصلا يعني الطفل زي ما قلت لكم اول في فلوقات رمضان وانا حامل، الطفل اول 6 شهور من عمره الى سنه، يعني من عمر الطفل 6 شهور الى ما يكمل سنه، يفضل 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 انه يكون نايم مع امه وابوه في الغرفه، ما يكون نايم منفصل لوحده. ما جبت اسيل انا كنت اقول اول لا بعد 6 شهور انا وراه بنقول 6 شهور خلاص بنفصلها عن نتنا فرفتها، لا ما ابغى افصلها عني. ابغى تكون معايا بدها تروحها، ابغى تنام معايا الين ما تكمل سنه، وبعدها نشوف ان شاء الله يعني حلال في حلال. انا لانه اسيل جالسه تنام معايا وانا ما سويت لها غرفه، احساس ان احنا بننقل. اللي صار لنا انه عشان اسيل جالسه تنام في الغرفه عندنا، في غرفتنا، تعرفوا غفواتها، هي تاخذ غرفات في النهار، طيب غفواتها طويله يعني تاخذ 2 ساعة، يعني مرات حسب المود حق اسيل، مره تاخذ 3 غفوات، مره تاخذها غفوتين، فتاخذ 2 ساعة، ساعه ساعه او 2 ساعة، 2 ساعة ونص، بعدين تنام الليل. فأنا أشيائي كلها في غرفة النوم، الحمام حقي في غرفة النوم، ملابسي في غرفة النوم، تسريحتي في غرفة النوم. فأنا ورامي كذا يعني كنا حياتنا توقفت، ما إحنا قادرين إذا جاء وقت غفوة أسيل خلاص ما نقدر نسوي ولا شيء لين ما هي تصحى، لأنه لو سوينا كذا صحيت وأنا أبغى تنام.
ايش الحال يا جماعة؟ جلست افكر افكر، قلت خلاص ما في حل اني انا اجيب لها سرير واحطه هنا في غرفتها. كنت اتمنى ولكن يعني خلاص ايش اسوي، مو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كنت اتمنى انه لا غرفتها كل شيء سرير، كل شيء يكون يعني في البيت الجديد يتركب، وعلى التنسيق الـ يعني غرفتها اللي انا راح اسويها في بيتها في البيت الجديد. لحد الان ترى انا ما ادري وش راح اسوي في غرفه اسيلي، يعني كديكور بويا وزي كذا ما اعرف. فقرر انه اتوكل على الله واخذ لها سرير مره عجبني. يعني واحنا الاسبوع اللي فات قاعدين نشطب البيت انا ورامي، نروح محلات نشوف اثاث، تشطيبات، خزائن، اكثر شيء ركزنا عليه خزائن واثاث، نستغل التخفيضات عروض نهايه السنه. شفت لها سرير عليه تخفيض، كان نفسي في سرير موجود في بوتري بارن، كان نفسي في سرير لونه ابيض ومن تحت يجي لون خشب كذا خشبي. ليش؟ لانه هذا السرير ينقسم على 3 مراحل، تقدرين تستخدمينه الين عمر سنه، بعدين لما تبدا تحبي وتطلع او شيء تقدرين تفكين هذا، بعدين ترجعين تقدرين تفكينه مره ثانيه، يتحول الى سرير حق عمر 7 سنين. طب ما لقيته، كل ما سالت عنه قالوا لي مو موجود، واحتمالية انه يتوفر 0%، احتمالية انه يجي السعودية 0%. فقالوا لي خلاص يعني انسي، اختاري من اللي موجود. وزي ما قلت لكم خلاص اخترت كذا سرير لونه كذا حلو، مرة كذا فينتج، مرة حلو لونه. بس اني كذا شوية كذا خايفة انه ما يلبق على الستايل اللي ممكن انا اسويه. لحد الان ما عندي فكرة كيف راح اسوي غرفة تأسيل ان شاء الله في البيت الجديد. عموما الخلاصة اني انا اخذت لها سرير، عشان جلست افكر انه نومة الليل خلاص تنامها في معايا، خلاص لان كلنا نايمين مع بعض، لكن الغفوات حقتها راح تكون هنا في هذا الغرفة عشان انا اقدر خلاص. يعني شوفوا الساعة 2 الظهر وانا لسه لابسة البيجامة، شعري امس تروشت ما استشورته، يعني نمت وشعري غرقان، صحي اليوم ما استشورته ولا صففته، يعني مبعثر شعري، عرفتوا؟ فاحس انه هذا الشيء قاعد، يعني هذه الحاجه قاعده تعطلني حاليا، يعني قاعد تعطلني اني انا اقوم اهتم بنفسي، اتروش، اسوي مكياج، البس اكسسوارات تتعطر، اشوف غرفتي، ملابسي، اطبق، ارتب، قاعد يعيقني هذا الشيء الصراحه. وانا ابغى استغل يعني غفوه اسيل انها خلاص تنام، اقوم انا اتجهز، عرفت، اسوي الاشياء اللي انا ما اقدر اسويها وهي صاحيه. سريرها هذا ان شاء الله راح يجي بعد اسبوع، يوم السبت الجاي راح يجي ويركبوا لي اياه هنا في الغرفه. قاعده اقول رامي قاعد يقول لي لا تشترين يا اختي، خلاص والله بنقول ان شاء الله خلاص قرب النقل، خلاص خليه مره واحده. قلت اسمع ما راح اشتري، طيب ايش راح يصير؟ بيتعطل، ما راح نقول بيصير 4 شهور زياده، 3 شهور زياده، يصير عمر اسير سنتين، يصير. قلت اسمع خليني اشتري، لان هي كذا الحياه، صح ولا لا يا بنات؟ قلت له اسمع خليني اشتري، لما اشتريه طيب بنقول بعد شهرين. واقعد ايش اقول؟ يعني قاعد اقول لرامي زي كذا، قلت وقعد اقول انه يعني انت بتقول لي مثلا شفتي ها نقلنا بعد شهرين، لو كان خليتي هذا. قلت له اسمع انا يعني ايش اكثر شيء ممكن يقهرني او ممكن يعور قلبي؟ اني اشتري السرير وبسرعه ننقل، يعني بعدها بشهر شهرين ننقل ممكن، او 3 شهور 4 شهور، او اني ما اشتري السرير وتمر ممكن سنه كامله وانا ندمانه. أية مؤلم أكثر؟ طبعاً هذا مؤلم أكثر. بس والله يا بنات طولت عليكم السالفة، بس حبيت أعطيكم كذا أبديت إيش صاير في الحياة. رمتكم أبغى أوريكم كمان ملابس أسيل، اشتريت لها ملابس شتوية. نستغل الوقت بما أن أسيلي نايمة، وخلوني أوريكم كل مشتريات أسيل. أنت تبغى كمان؟ أنت تبغى؟ أنت تبغى؟ انت تبغى مشتريات كمان؟ تبغى مشتريات؟ اشتري لك ملابس وفساتين. اوكي كل المشتريات الحين اللي راح تشوفونها كلها برعاية نيكست. ايوه خلوني وش اجيب قهوتي الباردة المثلجة عشان استمتع معاكم وانا اوريكم. اوكي في اشياء ريكو وخر. طيب في اشياء اشتريتها في تخفيضات، يعني في المول عندنا الحين محلي، فانا اشتريت من محلي ملابس
وفي مشتريات يعني ما اخذتها بتخفيض، اخذتها من الموقع مباشره يعني من بريطانيا. انا سمعت انه نيكست راح يفتحوا مستودع في الامارات وفي السعوديه، فيصير خلاص ما راح ينشحن لنا من بريطانيا، بس اتمنى ان الاسعار تبقى زي ما هي ما تتغير. ففي اشياء جتني شحنتها من بريطانيا واشياء من هنا من السعوديه انا اشتريتها. وهذا الكيس كله اشتريته زي ما قلت لكم الحين محلي، بس انه مو حق هذه السنه، يعني حقت وشوي وهي كبيرة، يعني حاولت اني اشكل ما اقضي كل شيء من نفس العمر. اوكي ابدأ لكم باول شيء. اول حاجة اخذت لها مرة بدري، بس طالما انه يعني شفتها في الموقع متوفرة قلت والله ما اخليها لك عليك يا اسولتي، اخذت لها بيجامة العيد. الله يجعلني في الدنيا امه، مكتوب عيد مبارك، تخيلوا موجودة في موقع نيكست البريطاني، تخيلوا متوفر عندهم، مسوين عيد مبارك بالعربي ولونها كذا موف وفي لها هلال، فاخذتها الحين عشان خلاص قرب رمضان. اخذت لها بيجامة العيد حق عمر من 9 إلى 12، عاد بيكون عمره اظن 9 شهور في عيد رمضان، ايوه اتوقع عمره 9 شهور. هذه حطتها انا في السلة والله من متى ما ادري، والله يمكن مره من زمان، هذه يعني احسه من الملابس الكوليكشنات القديمه، مو قديمه بس من اول موجوده في موقع نيكست، من الشموة تهبل شايفين لونها كحلي، ويجي معاها طربوشي، اخ كبوع قصدي كبوع، اخ يا امي يا امي يا امي الشياكه حقتك اخ. هذه الملابس الداخليه، طيب لانه مرات ما ادري كيف اشرح لكم الجو كيف يكون بارد بس مو بارد، ما يحتاج لبسها ثقيل، بس لو لبسها كم طويل الملابس الداخلية تحت يكون أحسن. فاخذت لها مجموعة شايفين من 6 إلى 9 كم طويل، تجي 7 ولا 10 حبطات، 4 5 6 7 حبطات أخذت لها. وزي ما قلت لكم من أول أنا أحب اللي كذا يجي من هنا، انتبهوا لهذه النقطة عشان إيش تتوسع وما يزعج النونو لما تلبسينه، توسع كذا على مقاس راسه. اوه يجعني فتوتك يا امي، اخذت لها هذا الفستان، يا ربي يا ربي فديت فستانك، شوفوا الله يجعلني في الدنيا يا امي، فستان مشجر مره حلو، مره 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 حلو. هذا يناسب حتى ربيع يعني من 6 إلى 9، حتى من بعد 9 شهور راح يناسبها. طيب واخذت عليه هذا هلهبات، اخذت لي 3 ألوان يجي كذا مع بعض، بيج بني ترابي، طيب عشان معاه وفي نفس الوقت اللي فساتين او ملابس ثانية. هي بنتي اسيل هي تعتبر رينبو بيبي، قلت كلمتكم عن ذا الشيء في سناب، ايش يعني رينبو بيبي؟ طفل قوس قزح، طفل قوس قزح يعني الطفل اللي يجي بعد اجهاضات او طفل متوفي، يعني لو واحدة مثلا اجهضت كثير مثلا نفس حالتي، او انه مثلا كانت حامل بطفل يعني مثلا للشهر 7، 8، 9 وتوفى في بطنها، يعتبر وجابت طفل بعده، يعتبر هذا الطفل يسمونه طفل قوس قزح، يعني انه هو الطفل اللي جاء بعد العاصفة، شفتوا بعد الامطار الشديدة والعاصفة وصوت الرعد والبرق وكذا ومخافة ومدري، بعدين يجي كذا يظهر قوس قزح انه السكينة والسعادة والوان جميلة، فهم شبهوا بهذا الشيء، عرفتوا انه الهدوء الراحة والسعادة بعد العاصفة اللي مر فيها الزوجين. فأسيلة هي اصلا قوس قزحتي اوكي. طيب شوفوا عجبني الفستان قوس قزح ونحلة، عشان هي نحلة وهي وردة لو سمحتوا، هي وردة جاي كم طويل وفستان كذا تحت شتوي. طيب هذا من الصوف، بعدين هناك بلوزة من تحت قطنية مخططة، ويجي معاه هيلا هوب في قوس قزح طويل، فهذه مرة حبيت القطعة. هذه يا بنات تخيلوا اخذتها بسعرها الاصلي الكامل، ولما دخلت الفرع طبعا انا اشتريت اول شيء من الموقع، بعدين رحت الفرع حق نيكست واكتشفت انه عندهم تخفيضات، ما كنت اعرف انه عندهم تخفيضات، شفت هذا القطعة شفتها مخفضة اكثر من الموقع البريطاني، تخيلوا. اخذت لها هذا الفستان نفس الشيء،
نفس الشيء اخذت له هذا الفستان. يا روح امك يا نونو يا سعيل. طيب رمادي برضو شتوي والفستان لكم مقلم مره مره حلو. نفس الشيء بنات يعني يلبق مع هذه اي واحدة من الشغالين. طيب ومن ورا شيء زي كذا. شياكة شياكة يا نونو شياكة. الوان هذا الفستان الأحمر والله عجبني. هذه الملابس اللي لونها أحمر ينزلونها المواقع حق الكريسماس عيدهم يعني عيد المسيح. طيب لكن أنا يعني عجبني كلون الصراحة. نفسي ياسين يكون يعني يجرب إنه يكون عنده فستان لون أحمر، بس أنا ما أقصد هذا الشيء عرفتوا؟ مو إنه عشان كريسماس أو شيء. لأنه مرة مرة عجبني شوفوا مرة حبيت. طالعوا يهبل يا ناس يجنن. أحمر منقط بأبيض بعدين هنا فيه رسمة إيش اسمه؟ إيش اسم هذا الشخصية الكرتونية؟ نسيت. المهم إنه مرة عجبني. بعدين الياقة حقته كذا تجي زي الدانتيل شايفين لونها سكري. وأخذت عليه رقمت عليه هذا الشراب لونه كحلي. طيب لأنه في الموقع شفت كأنه النونو اللي في الموقع الموديل لبسينه هذا مع شراب كحلي. أتوقع يا هذا يا فستان ثاني صح ولا لا؟ لا لا غلط غلط معليش. برضو أقدر ألبسه من ذا حتى هذا مش يعني مش فرقت. لا لا بوريكم ليش اشتريت هذا الحيلة هب الكحلي. تمام شوف يو قلبي يو قلبي يا نونو شغيلة. طيب في مرة الصراحة أنا ندمت إني اشتريت هذا الشيء والله ما فيني حتى حال إني أرجعه. بقول لكم ليش. شفتوا في مرة نزل مطر جاء الحين في الأسبوعين اللي ماضي وإحنا كنا نبغى نطلع أنا ورامي نحب نمشي دائما أنا ورامي في الليل ومعنا أسهيل نلبسها كويس خلاص الوضع أوكي. بس نزل مطر. لما نزل المطر مرة مرة برد الجو بقوة 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 برد الجو لدرجة إنه خلاص خفنا على سيل. لا حتى إحنا أصلاً خشمي وراسي مرة صار بارد. بعدها على طول طلبت طلبيات هذه نيكست. لما طلبت طلبيات نيكست قلت لا أنا أحتاج نفس هذه القطعة لهذه يعني في حال لو قررنا نبغى نطلع ويكون نفس كذا. الجو مرة مرة برد قارس كان درجة الحرارة وإحنا نمشي 8-7. ما كنت ملبسة أسير كويس يعني إنه يكون عندها قطعة زي كذا مرة ثقيلة. فأخذت لها هذه القطعة. أي أبقولكم ليش ندمت إنه أحس إنه ما عاد راح يبرد الجو قد كذا ما أدري. أحس هذا الشتاء غير مختلف عن الشتاء السنة اللي فاتت أو اللي قبله حتى. فهذه قطعة تتلبس على النونو بشكل كامل. الله أعلم يا بنات يمكن يبرد الجو لسه عاد إحنا في ديسمبر يمكن يبرد لسه في يناير أشد وفبراير. المهم يا بنات شوفوا يجي كذا في كبوع قطع كاملة تتلبس وفيها سحاب. أنا عندي من شي إن أخذت لها نفس هذه بس حقت شي إن كان فيها مشكلة إن كلها طقطق فكانت تبكي وإحنا خارجين مثلا كنا في مول ولا بنطلع من البيت تبكي وأنا ألبسها لأنه مو سريع. فانتبهوا لهذه الـ 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 النقطة إنه شي يكون يدفي فرو من جوا بس لا تاخذونه طقطق خذوا سحاب على طول كذا تلبسونه تحطون اللون حقكم تسحبون السحاب وتشيلونه بسرعة بسرعة. لا تاخذوا شيء طقطق لا تاخذوا شيء طقطق لا تاخذوا شيء طقطق. ريكو اخذت لها ملابس قطعتين. انا شوفوا احس هذا المبدئي مع انه شوف في ناس كثير يخالفون ملابس يعني تلبسها في البيت شياكة ما تكون طول الوقت لابسها بيجامة. انه قاعدة افكر قاعدة اقول ما ابغى البس اسير قطعتين احس يعني ولسه هي ما كملت سنة. احس حلو دائما كذا اللي يجي كذا بربتوز كذا شفتوا اللي كذا كله قطعة واحدة وبس تطقطقين او سحاب. انا كذا افكر اذا يعني مثلا بنطلع مكان بيجيني ناس زيارة بخرج مول يعني بروح مكان البسها مثلا فساتين. انا كذا كان يعني فكرتي ما ادري قلت بس في البيت ابغاها تكون مرتاحة البسها ملابس تكون كذا زي ما قلت لكم قطعة واحدة. بس قاعد أقول الحين الشتاء وأنا أسيلي أغسلها لما توسخ حفوظتها أغسلها يعني بالموية. فكل مرة مثلا لما أفك هذا والجو بارد يتحزنني. فقلت يا بنت خليني أخذها قطعتين عشان خلاص تصير هي مثلا لابسة القطعة اللي فوق بس أشيل هذا القطعة اللي تحت وأغسلها. مرة عجبني شوف الطقم يجنن يجنن. أخ مرة نعم يجنن مرة حلو
يا خسارة يا خسارة، هذه يا بنات الخيارات لما وهي موجودة في الموقع كان في كمان أشكال أجمل وأحلى، بس كلها out of stock، ما لحقت إلا على هذه. حتى هذه كان مكتوب، الظاهر كان مكتوب متبقي قطعتين أو قطعة واحدة بس، وعلى طول على طول اشتريتها. مرة حلوة يا بنات، كل الأعمار، تخيلوا كل الأعمار انتهت out of stock. زي ما قلت لكم جاية كذا قطعتين، طيب طويل صوف ناعم ملون، بعدين البنطلون من تحت فيلو سنجاب أو أرنوب أو قطة، نفس الفكرة. خدت لها لبس قطعتين عشان زي كذا إنه في البيت ألبسها ما تكون لابسة طول الوقت بيجامة. شوفوا البنطلون كلبينوني يا أمه، بعدين القطع العلوية، الجيوب عشان تحط فلوسها، أشياء أغراضها، ألعابها، برضو نفس الفكرة، نفس هذه، نفس دي القطعة، نفس الخامة، شموا، أخذت كذا يعني غامق وفاتح، حلوة مرة. برضو هذه قلت يعني لبس بيت تكشخ فيه حلو، يعني إذا كان الجو مرة مرة بارد أو إذا طالع مكان سوبر ماركت طلعة سريعة، حسيت كذا يعني تخيلت. هذه القطعة الأخيرة جميلة مرة حلوة، وهي اللي أخذت لها الهيلا هوب الكحلي أو التايت الكحلي. شوفوا الفستان، النيونيو نيونيو صغيرة، أحبك يا أمه. ما أدري باين لكم ولا لأ، بس ترى أخضر مموج مع كحلي الخيوط حقت الفستان. بعدين هنا الياقة حقته لونها أبيض وسكري بيج كذا، بس كروهات فستان كروهات، ويعني قلت خلاص يعني لبسها مع هذا الكحلي، لاني كذا شفت في الموقع البنت الموديل تهبل ما شاء الله تبارك الله. سلامتكم، هذه كانت ملابس اسيل. الان احتاج اني اغسل كل ملابس اسيل كلها، وابغى ارفع ملابس نسيت ارفعها اللي هي من عمر 3 إلى 6 مرة صغيرة. بالغلط رامي قام يلبس اسيل هذه الملابس، وانا كذا ذكرت انه انا يعني شلت كل الملابس، ما كيف نسيتها ما ادري. لقيت المثلثات، قاعدة ادورها عشان سولة، اقول ضاعت ضاعت اثرها هنا اكيد واضح. ما ادري، قلت العاملات شكله شفطوه بالمكنسة ولا شيء. طيب يقول لك الذكاء، لا 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 ترى ما مو مرة، لا لا لا. اي وصل للسرير، كيف ايش رايكم؟ يهبل ما شاء الله تبارك الله. الحين بس نجيب المرتبة. طبعا انا ما اشتريت مرتبة سرير لانه اهل رامي جابوا سولتي مرتبة من امريكا، فيها نظام مرة حلو دلوعي، يعني واضح انه مرة حفيدة مدلعة. ايش المميزات اللي فيها؟ تتهزهز مساج هزهزة انه هو في يد احد، مرة دلع اخر شيء، ومعاها ريموت كنترول كذا من بعيد تسوي، لا لا مرة مرة حقتي يعني حفيدة المدلعة. روح انا ما يعني انا قلت ابغى الشجرة تكون جنب السرير، بس من الواضح انه عشان المراية ما ادري كيف نسوي، ندف المراية كذا شوية وندف هذا كذا شوية. احب اقول لك يعني انه المرتبة لا وش هذا؟ قطعة اضافية. انا اشتريت قطعة اضافية صح، عشان كنت بستغل التخفيض الصراحة، وماني عارفة متى نبدأ نستخدم القطع الإضافية، بعد شهر 4 شهور 6 شهور، بعد سنة ما أعرف. اشتريتها احتياطا. فأنت مخيرة، طبعا أنا ودي هذا المستودع يدرها. أيوة أيوة، بدل المرتبة، والمرتبة نجيبها هنا، المرتبة هنا وراء هذا، هذه المرتبة عشان اللي جابوها. كيف يعيش في عصر تكنولوجي؟ انتبه، حتى ما أدري وين حقها الريموت. مكتبك صح؟ ريموت في قلبي يا أمه. تخيلوا بنات أهل رامي شحنوها معاهم في الطيارة وضاعت صح، كانت في المانيا. ايه بعدين ايوه مرة مساكين مرة تعذبوا عشان يجيبونها. خليها كذا فرناو فرناو، لا ابغى البسها بالمرتبة لانه بكرة جيت ابغى احط لها يعني خليها تغفى فيها، هذا بيصحيها الصوت. خليها عادي، بعدين احط هذا تحتها. عارف هذا من بوتري بار، اشتريته من قبل ما تيجي السولتي على صور يونيكورن، وهذا اشتريته مع السرير يعني قبل كم يوم، فاركب له واركب له هذا عشان يناسب ستايل الغرفه. تارا يا نيونيو ثعيله. نشكر شركه كونتور فايبس على صوتي الخربان وعلى الاصلاح السرير والجودة. بس ما خلتني اسوي هذا عليها. وشو ليه واسويها
كنت متحمس خلاص انت سوين تستين. اوكي. تبغين تساعدك؟ ايه. اتوقع ان التودلر يعني بعد 12 شهر يعتبر تودلر خلاص، بعد ما تكمل سوله سنه، يعني بعد 6 شهور ان شاء الله تصير تودلر. اوه تصير لين توصل ولا تدري. شوفوا هذه فيها تو ستيج مكتوب، شايفين؟ فيها اهتزاز، ايه، وهذه هذه الجهه مكتوب، شوفوا ذي الجهه الناعمه حقت الرضع، بعدين اذا سولتي كبرت يصير اقلبها الجهه العكس، يصير حقت تودلر. ايش يعني تودلر بالعربي؟ طفل. ايوه رضيع طفل ظاهر.